عندما تشتد الحرارة ويزداد صخب المدينة تشكل منتجعات كابانو وجهة مفضلة لساكنة العاصمة الاقتصادية وذيب لتنفس السعداء. وفي فترة العيد يزداد الإقبال على هذه المناطق الساحلية التي شدت إليها الرحال وضربت بها الخيم في مشهد يعيدك إلى الماضي والتقاليد الأصيلة التي كادت أن تندثر. هذا شو زين، احنا اليوم مبارك العيد والسماح علينا، جينا هنا شيء مناسب السعيد وجو زين ما شاء الله، والناس نزهة كمان ولا هو بل نزهة ما شاء الله، فس بارك الله. نهارات العيد نجونا تيا نقيرو جو عن الدشرة هون الحمد لله، ونحن والشاشرة ورانا الحمد لله معدلين لقدة فيهم ما شاء الله، بالهوات الزينة تبارك الله ما شاء الله، وجو زين بعد الحمد لله. بهذه الشواطئ الجميلة وبنسيمها العليل يحلو تناول الشاي على نار هادئة، ويستمتع الجميع بهذه اللحظات في جو ساحلي علّه ينسيهم همومهم ومشاغلهم اليومية وضوضاء المدينة. ما شاء الله تبارك الله، أجواء كابانو في العيد تبارك الله أجواء زينة وأجواء فرح تبارك الله ما شاء الله، ناس تجي كاملة تعدل نزهم تبارك الله، والأجواء طيبة. الأيام اللي كانوا الحمد لله الجو معتدل، الجو ما شاء الله معتدل، الرياح ما هي ياسرة، وتبارك الله تجي الناس كاملة تجي هون، الأجواء ما شاء الله زينة ما شاء الله. هذه المنتجعات شكلت أيام العيد فرصة للتلاقي بين أبناء المدينة والوافدين إليها خلال فترة الصيف من مختلف ولاياتنا الداخلية لتبادل التحايا والتسامح في هذا العيد المبارك. احنا جينا هون بين الحمان من الزوالات، وجينا في المنطقة هذه الزمن علينا الزوالات يشو كاملين ناصين وعدين واذيبوا بهم الله الحمان، وينتهزوا الفرصة هنا تياه فيما يبدو حسب الرأي اللي شفنا باط واللي شفنا، جزا الله خيرا السلطات المحلية القائمين على الحال كامل والأمن على الشواطئ وذم الخيم وذم الحالات كاملة، جزاهم الله خيرا، عرفنا حالة صعيبة وفريدة من نوعها في بلدنا. ومن هنا يتأكد الدور المحوري لهذه المنتجعات في الدفع بالتنمية السياحية، وهو ما يستدعي التفكير في استصلاحها وتأهيلها حتى ترقى إلى مستوى تطلعات ساكنة المدينة والزوار. نواذيبو لبات المداح الموريتانية.